السلام عليكم، صباح الخير. اهلا وسهلا، وكيدين لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الساعه راهي تشير الى شهر 7 و6 تاع الصباح، 6 6 ديال الصباح. كان اليوم راهي السبت، الناس ماشي خدامه. شوفوا في الحي هذا والشارع هذا الجميل الكالم، واحد ما كاين الناس، لا بلي بار راهم راكدين خاطرش الويكاند يبدا اليوم في هذا البلاد، السبت والحد دا ماجوريتي تاع الناس كاع ناعسين راكدين. قال لك راكده وتمونجي، راكده وتمونجي وتسنى في الكونجي. هذا المثال كان بكري ضربوه في الجزائر، اعتقد نحكي لكم في الثمانينات، نحكي لكم في اللي تاع اعتقد الناس اللي يخدموا في نو الناس تاع اللي يخدموا في المكاتب ولا ما ماني عارف المثال على مش ضربوه. قال لك راك دوت مونجي تسنى في الكونجي ستوديو تاعهم، كيفاش الحدائق الجميله. عندي دي جاردن كامل. سمع هنا رحنا في وسط المدينة، كي كنت ديكم واحد البلايص والله العظيم الإنسان بقى غير يشوف. ولكن المشكلة كاش مشكلة هنا في البلاد هذه، كل مشكلة يديروا لها حل. هنا لا يحترموا هنا في أو جاكم هنا. صباح الخير، هنا يحترموا الإسباس، كيبنيو حاجة ولا كيديروا حاجة دائما يخليو شوية تاع ليسباس، كيما هكا يخليو ليسباس هكا على الطريق على التروطوار وليسباس تاع على، خاطرش كاين ديراكل تاع البناء هنا ماشي غير واحد بركوبني، فهمتو؟ كيما هادو الناس اللي تشوفو من هنا راهم فواياجين، يمكن راح يعود كلكو بار باين عليهم. يخليو لي سباس، فهمتوا؟ كاين قواعد تاع البناء هادو، وهاد البنايات اللي تشوفو فيهم هادو اللي ما بلاك هادو عندهم ديزاني كاين يتبنوا حتى في لي زاني 60 70، يمكن حتى في الخمسينات كاينين في بعض المناطق، فهمتوا اخوة؟ ها يخلو لي سباس، شتو لي سباس؟ كاين المبل هذا اللي لهنا اف 3 هذيك، كما نقولوا هنايا دوز ايطاج، وشوفوا لي سباس كيفاش يخلو، شتو؟ وكاين جاردان من المرا، لا بليبار ديال هادو عندهم جاردان من المرا، عندهم القدام وعندهم اللور، وكاين يدير قدم كيما هكا كيما اللي وريت لكم، يعاودوا يجددوا يعاودوها ماشي يهدموا كلش، يعاودوا ترميم كيما نقولوا حنا ريباراسيون ويبدلوه. كيما هادي جديدة، هادي بناية في المياه تشوفها بالبالكون كلش، كيما هادي اللي منها كان قال دوز ابارتمون، كان كات، كان زوج الفوق وزوج من تحت. يعجبوني لي بلونت هادو، دائما نفوت عليهم دائما. انا مع اللول حطيتهم دي بلونت ارتيفيسيال اصطناعيين، ولكن صح هما دي بلونت يعني حقيقيين. قلت لكم هذا النوع تاع الدار اللي كيما كيعيطوا فلات، كاين وان فلات كاين تو فلات، والفوق راس يطلع لوفت. دائما نفوت على البلاصه هذيك، تشوفوا العالم الامريكي حتى هذا، يمكن هذا الانسان حب الوطن. شي لا بليبار الامريكيين حاطين دار العالم الامريكيه، سيرتو في مناطق وين ساكنين مهاجرين. اذا كان ساكن في منطقه ديال، شوفوا هذيك الدار كيفاش عامله، لي فلام اللي عندها صبا لتحت، شوفوا نقدموها لكم شويه ورايت هاي هاي
حاجة دوك الناس مازال ما ناضوش، قاعدين ندير شغل ريزيرف اللي عندهم تاع الدايكار كيما قلت الروضة، كاين روضة واقيلا هنا. هادو لي فيلو كيما قلت لكم لا بليزيور فوا، هادي تكريهم بالابليكاسيون كاف التليفون، تكريهم كافي شوب تشوفو فيهم اخوة اخوات مقهى واقيلا راهو مبلع. انا لي زامريكان شحال يحبوا القهاوي ك سوتو ستيل ايطاليان، كي تشوفي جو لا براس هذيك اي وي شوفي كاين لو فيت خلا ما تخرجش عندي الصوره بلا ماشي عندي كاميرا بروفيسيونيل تقدر تصور راني ندير دي بالواحد، خاطرش كاين فيها دي فيلتر فهمتو فيلتراج تاع حانوت هذيك يبيع الحوايج ديال الكسوه ديال تاع الاطفال وتاع مرات يبالغوا هنا في البلاد هذه في البيس وحدك، مرات تكون فيها مبالغه ولكن هذه هي الحريه، حريه الانسان. البلاصه هذه هاك تشوفوا فيها كوميونيتي فور كرييتيف فاميليز، هنا يعلموا الدراري الصغار كيفاش يديروا التصوير كما قاعدين تشوفوا لهنا، شوف كيفاش يعبروا على نفسهم، كيفاش باش ما نوليش ما يكبروش كومبليكسيف. هذه الادول الكلمه هذه باللغه الفرنسيه يعبر على نفسه، تلقى 11 سنه 9 سنين يخليه يعطيه وقت باش يهدر ماشي يسكت. الفار شفتو الفار ديال الامريكان الفئران او خازن ورا ورا البنو. هذه ريستورا شوفها مكسيكيه مكسيك مهيكانو فود فوت معناها لا كوميدا و المانيو تاعهم شتو يبيعو البيتزا تالي. شادي لا بليبار هما عندهم تاكوس و بوريدوس و عندهم فاهيتاس عندهم كلش، عندهم دي سبيساليتي تاع الحوت تالي. انا في واحد الريستوران جاي في السنتر فيل، انا سمحوا لي جاي في جاي واحد الحومه زمان كان معروفه من بكري، هادي دائما فيها الغاش يعني قلت جوا كان بعد 12 كا واحد الموفمون اللي فيها. كي تدخلوا البارك شو تشوفوا استقبال. هاي ريستوران من اللي بكم عليها. احنا داخلين البارك، البارك راه هنا، هذا البارك دائما يجيبوا فيه الناس اللي عندهم لي شيان ديالهم يجيبوه يرعاو لهنا. كي يكون عندك كلب خصك تخرجوه لازم عليك لابد. كيما هادو الديار اللي تشوفوا فيهم الفوق هادو كامل 100% مكريين 100% تاع الحين. علاش يديروا لي زيسكالي من اللور؟ خاطرش تدخلها من القدام من هنا من ورا هذيك من كنا جينا، هادي ديرو تاع السوفتاج يعني اون سي جامي تكون با سيكوريتي، اون سي جامي تصرا حريق ولا واحد باغي ينقلك فهمتي. وكان دي بالكم اللور يعني ديرو الحساب، ما كانش دار لي فيها غير باب واحد، فيها الباب من القدام كاش انا هدول الموضوع هذا، وكاين باب من اللور هادي اوبليغاسيون اوبليغاتوار ما كانش لعب بحاجة اجبارية، خاطرش كي تبني اي حاجة يجيو الكونترول تاع العمارات وهذوك تاع البلدية هذي. كاين ديبارتمون وحده ديبارتمون وقيلا ديبارتمون اوف ماشي ديبارتمون اوف هاوزين، المهم واحد ديبارتمون نسيت عليها اكزاكتمون كيفاش يسميوها باللغه الانجليزيه، هما اللي يجيو تاع يراقبوا كلش. ها الماء هنا يلعبوا البيسبول، على بالكم الرياضة المفضلة رقم واحد في الأمريكان هي البيسبول وهي من أقدم الرياضات، والرياضة رقم اثنين وهي الفوتبول الأمريكان. وتشوفوا في المدارس يا إخوة والأخوات كل مدرسة، هذه مدرسة ابتدائية وماشي كما نقول إحنا يا ماشي بريفي كما تشوفوا، بالك تشوفوا تقول هذه غير تاع الناس اللي عندهم دراهم، نو هذه عادي هذه تاع الحكومة عادي.
في كل مدرسة ديال الحكومة تلقى دائما عندهم بلاصة وين هاد الدراري الصغار يلعبوا. الطفل عنده الانرجي، لازم الانرجي هادو كاع من فهمتو. دوك ما كان حتى واحد، من بعد شويه بدا يجي الغاشي. انا جاي بك اليوم، جيت بكري. تاني حاب يلعبوا باسكت بول تاني لهنا. هادي عاودوها العام اللي فات، الصيف اللي فات عاودو هذا الكوتي هذا. شوف البرادي، كنا صغار هكا في الحومه باكري باكري. ايوي ما كانش بكري يوتيوب ولا بورتابل، كنا بكري دائما برا. شفتوا الاخوه والاخوات هنا هذا الباسكت بول كورت، الناس الدراري صغار يجيو يلعبوا، اي واحد يشيلها. سير مع العشيه كما ابري ميدي، هذه كامله عامره الناس. اوكي الاخوه اخوات، نبدا فيما بعد ان شاء الله. فيديو تاعي هذا، الناس تقول لك بزاف اللي كنت ندير فيديو، كنت دائما تصور في بلايص اللي ما كانش ناس وما كان في غابه وفي. انا هكا واش نبغى، هذا هو السيل تاعي، نبغي الاماكن اللي كيما هكا. كي تجيني فرصه نصور لكم في اماكن اخرى. السلام عليكم.